بالنسبة لتوسيع المثانة باستخدام الأمعاء، هاي نعتبره الخيار الأخير 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 بصراحة. أنا يعني احتفل الأسبوع هذا بمرور 15 سنة إلي بمستشفى الملك المؤسس كأخصائي مسالك، اضطريت أعمل توسيع للمثانة باستخدام الأمعاء فقط 4 مرات. فإحنا منبشر الناس إنه بالغالب ما نوصل لهاي المرحلة بصراحة. اللي بصير إنه إحنا بنأخذ جزء من الأمعاء ومنعيد وصل الأمعاء ببعضها، بس الجزء اللي أخذناه بنفتحه فبيكون أسطواني، فلما نفتحه بصير مربع أو مستطيل، وبنفتح المثانة ومنحط زي الرقعة أو السقف الجديد للمثانة، فمنزيد سعة المثانة لكمية كبيرة بصراحة. هلأ إله ميزات وإله سلبيات. الميزات إنه تنتهي مشكلة المريض وبيستوعب البول كويس وبيبطل يروح الحمام كثير وبيبطل عنده فريكونسي والتبول الليلي. مشكلتها إنه لأنه الرقعة هاي ما بتنقبض ممكن تتوسع أكثر مع الوقت، فبيضطر المريض انه يعمل قسطرة ذاتية بعد ما يحطها في حالات نادرة. طبعا المهارة انك تستخدم رقعة صغيرة لانك انت عارف انها رح تتوسع. طبعا المشكلة الثانية انه ممكن يصير تزيد نسبة الالتهابات البولية باستخدام رقعة الامعاء، لان الامعاء بتفرز مخاط وهذا المخاط البكتيريا بتتغذى عليه. فكل هاي المحاذير احنا بنعلم المريض كيف يعني يتجنبها. بشرب السوائل، بنعرف نعطيه بايكربونات الصوديوم، بنعطي غسل للمثانة بالقسطرة الذاتية، فالمفروض انها تمشي الامور. بس الحمد لله ما بنحتاج هذا الحل الا بعد فشل كل الحلول الاخرى.